السلام عليكم، وياكم منير الليث. بهذا الفيديو اللي تقريبا راح يعتبر اكثر فيديو مميز مسويه بالقناه لحد الان، راح اراويكم هذا المكان المميز كلش. طبعا هو هذا مو اعلان مدفوع الثمن، لانه انا اساسا عندي الغايه انه اروج لهيجي مشروع، لانه قايل لكم باكثر من فيديو انه الشغله الوحيده اللي تقريبا موقفتني عن انه اجيب طيور هوايه، انواع طيور هوايه، انه فعليا ماكو هنا طيور، يعني صعب كلش الواحد يحصلهن. فالهدف مال هذا الفيديو انه مو هو اعلان للمكان، هو مو اعلان مدفوع، هو اعلان غير مدفوع، بس فعليا انا عاجبني انه ادعم هذا المشروع على مود صاحبه يقدر يستمر، على مود اني كهاوي كشخص احب اربي هذه الطيور تكون متوفره الي وتكون متوفره للناس اللي تحب هذه الطيور. راح اراويكم كل الطيور اللي يبيعها، الشغلات اللي يسويها بهذا المحل، الاكل والاشياء اللي مسويها. طبعا هو ما مفتح صار له هوايه، مفتح تقريبا صار له 6 شهور او اقل حتى، يعني فتح بشهر الواحد، هسه احنا بنهايه الشهر الخامس. وصاحب المحل ادهم راح يشرح لنا على المكان هذا كله، شلون بدا وش يسوي بالضبط بهذا المكان، انواع الطيور اللي متوفره بهذا المكان. طبعا هنا عنده صاله عرض او مكان مال عرض، خال بيه هذني الطيور الببغاوات المميزه، اكو بيهن هوايه يحجن، والحلو اللي بيهن اكو بيهن يحجن عربي واكو بيهن يحجن انجليزي، يعني هسه هذا يصيح بابا بالعربي. فاكو عده هوايه كلش افراخ، يعني تقريبا ذني المخاليف والافراخ اللي بعدهن حتى تاكيل يدوي، ذني الامازونيات عده تاكيل يدوي، وعده كلش هوايه انواع من الطيور حتى بالغرفه اللي ورا غرفه البريدنج. فهسه راح افتر بالمكان كله وراح اراويكم اياه. هو راح يشرح لنا عليه، صاحب المحل ادهم راح يشرح لنا على المكان هذا. طبعا مو بس ببغاوات، عنده كلش هواي انواع من الطيور، مثلا ذني الكناريات، انواع كلش مميزه من الطيور الحب، عنده طيور حب انجليزيه. قال لكم باكثر من فيديو محلات الحيوانات هنا يركزون تركيز كلش عالي على الكلاب والبزازين، مستلزمات اكثر شيء، وما يبيعون حيوانات. وين انا ويانا صاحب المحل ادهم اليوم راح يشرح لنا عن الهوايه مالته وعن المشروع، لانه هذه فعليا مو بس مشروع، هذه هوايه هماتين. فعلى مود يوصل لهيجي مرحله الشخص لازم يحب هذه الحيوانات ولازم يحب الطيور. فاليوم هو راح يقدم لنا نفسه وراح يشرح لنا عن كل شيء هنا، عن الحيوانات هذه كلها. انا اول شيء بلشت في الحيوانات بك عمري 25 سنه، شيء مميز بحبه، وما لقيت شيء في ميشيغان الناس اللي بتحب الطيور تيجي تسوي نيل كاتينج، وينج تريمينج، باث، فيتامينز. ما في محل مميز زي هيك موجود، وحبيت انا انشر المحل هذا مشان الناس تعرف وتيجي. شوي خلينا نتحرك. تعرف وتيجي شو المحل موجود فيه. يعني هو فعليا المحل كلش مميز، راح تشوفونه بهذا الفيديو. المحل مو محل عادي ما شاء الله، يعني فالخدمة اللي يوفرها مو بس الطيور، وانما يوفر كلش هواي شغلات مثل ما هو قال، يعني تقليم الاظافر، قص الاجنحة مال الطيور، يسوي تحليل دي ان اي للطيور اللي تحتاج تحليل دي ان اي على مود نعرفها اناث لو ذكور، الكاميرا بالطريق لازم كل ساعة احركها. فيسوي هواي شغلات ومو بس هيك. هو المحل مثل ما ذكر بولاية ميشيغان، بس هو يقدر يسوي شيبينج للحيوانات، يعني يشحنوهن بطريقه معينه. طبعا مو تنشحن مثل البضائع اغلب الولايات، لو كل الولايات الامريكيه يقدر يشحن لها هذه الطيور بغض النظر عن الحجم، مو صحيح؟ ما اي حجم، الشيبينج بيجي على طريق دلتا، يعني الطيار اللي ممكن تشتروه راح ينشحن عن طريق طياره، عن خدمه يعني دلتا. فالطيار فعليا ما راح يتبهذل كلش بالنقل، والنقل راح يكون كلش سريع. انا ما عندي خبره بيه، بس على حسب درايتي انه ما المفروض الطير يتاذى بالنقل، مو صحيح؟ الحمد لله. العصفور قبل ما ينشحن بنسوي له هيلث تشيك، اهم شيء ان الهيلث تشيك للعصفور يبقى 100% قبل الشحن، يعني يشيك على صحه الطير، لازم صحه الطير تكون مضبوطه 100% قبل ما يشحنه 100%. فاليوم هسه اريدك تحكي لي على هذه الطيور اللي واقفه وراك، واريدك هماتين طبعا رويتني انت الباك روم اللي مالتك البريدنج روم، فاريدك تحكي لي على هذه الطيور، مو شرط واحد واحد لانه ما شاء الله عندك كلش هواي طيور، بس احكي لي على الطيور المميزه اللي عندك. هذا الميليتري ماكار عمره 2.5 سنين، وهذا سكارلت ماكار عمره 2.5 years، يعني 2.5 سنين نفس الشيء تقريبا. وعندنا الريد فرونتد ماكار، الريد فرونتد ماكار بحب يركض. Step up. Come on. Come on. Step up. Can you dance?
Can you go to the right? أهم إشي في الطيور الموجودة عندنا and they're tame, very friendly. يعني فيك تلعب معها فيك تسوي اللي بدك إياه معهم. هذا أهم إشي هون. يعني الطيور هنا تأكيل يدوي. الطيور اللي مو تأكيل يدوي اللي مو أليفة ممكن يجيبها طلب خاص. يعني أنا عن نفسي أحب الطيور المو أليفة لأنها ممكن تتكاثر. فبهيك حالة ممكن يجيب ليها طلب خاص. بس الطيور اللي عنده طيور أليفة يعني خاصة بالنسبة للناس اللي ما عندهم خبرة بالطيور فتفيدهم أكثر شيء. 100% أكثر شيء الأليف عندنا موجود مشان بيجي زباين كثير بيلعبوا معاهم وتعرف كيف يعني الأليف أحسن إشي للزبون. يعني هسا ذني الطيور محطوطات بالشوروم مالته يعني بالمحل فالكاستمرز الناس الزبائن يقدرون يشيلون هذه الطيور بشكل آمن ماكو أي خطر. طبعا هذه الطيور تكون كلش خطرة إذا مو أليفة. أهم إشي هون في المحل عندنا hand feeding babies. عندنا موجودين double yellow head amazon هذول بنطعميهم 3 مرات باليوم على السرنج ما شاء الله. هذا عمره 9 أسابيع وفيك تربيه زي ما بدك. يعني هذه الطيور الحلو بها انه تتعلم على صاحبها اللي راح يشتريها راح يكون صاحبها الاصلي. هي هسه بهاي الحاله ما عندها ذاكره قويه فما عندها ارتباط بشخص معين. الشخص اللي راح يربيها من هذا العمر لحد ما تكبر تصير سنه او اكثر هو هذا الشخص اللي هذه الطيور راح تتعلق به بشكل شخصي. واهم شيء هذا اذكى انواع من الامازون هو دبل يلو هيد اذكى عصفور يعني يلقط كلمات أزود من 5000 كلمة. باطحين في الأمازون دبل يلو هيد أمازون راح يرون شلون يوكلون الدبل يلو هيد أمازون تأكيل يدوي. فهو راح يحضر هسه الأكل مالتهم. طبعا راح يحضر الفورميلا اللي هو السيريلاك. هو نفس الماركة اللي انا استخدمه السيريلاك اللي هو هذه الفورميلا راح يحضرها على مود يوكل الطيور يوكلهم 3 مرات. فالفورميلا مالتهم تكون شوية ثخينة على مود تقدر تصبر وياهم. اذا خلوها خفيفة ممكن الطير يصير بيسحال فيخلوها شوية ثخينة على مود يصبرون كل 8 ساعات ياكلون. انا اطعميهم انت فورميلا أحسن نوعية كل البروتين موجود في جوا. نفس الماركة اللي أنا استخدمها بالطيور يحبوا بالكوكتيل وبالطيور اللي يربيها فهم نفسها يستخدموها بالطيور الأمازونية. هذا الثيرموستات مشان التمبيتشر تبع العصافير 100%. طبعا يحددون درجة حرارة الأكل اللي يعطوهم إياه لأنه ما يصير حار كلش وما يصير بارد لأنه إذا بارد ممكن يمرضهم ممكن ما ينهضمهم ماتين وإذا حار ممكن طبعا يحرقهم. فلازم درجة الحرارة بدرجة حرارة جسم الطير. إيش قد تخلي درجة الحرارة؟ temperature is what? We want it to be 104 فهرنهايت يعني تقريبا 38 سيليليزي أو هيك شيء. درجة حرارة الإنسان 100 أو هيك شيء 99 فهرنهايت اللي هي 37.7 ففوقها ب4 درجات يعني مو أزيد من 40 درجة سيليليزي. Can this change to Celsius? I'm sure it can. I run Fahrenheit, so we will convert it. Yeah. I don't know what Celsius would be. I believe it's 38-39. You could be exactly right. I'm not sure. Yeah. We'll get it right at 104 and we'll be golden under this. Because it's all about the safety of the bird. Right. Go a little high. Let me see. طبعا ال 104 او ال 104 بالفهرنهايت شاهين ابن عمي حول اياها وطلعت 40 بالمئوي. Good. Yeah, now see, you feel that crop, it feels like a wet water balloon. He's full. Yep. So you can see it right there. Scoop him and take it back. On the floor. الحوصلة مال الطير هسه فارغة يعني حتى رقبته واضحة هسه راح يوكله ومكان الحوصلة راح يبين متروس.
هنا ما يخلون اي صوند او اي شيء بالسرنجة يعني يوكلون بس بالسرنجة وهذا تفضيلهم كمحل. هسه هذا انترست الحوصلة مالته. طبعا هذه الطريقة بالتأكيل طبعا شلون دي يسأل دي يريد الاكل متعلم على التأكيل اليدوي. هذه الطريقة بالتأكيل راح شوية تنزل اكل مثلا على ريش الطير وعلى ايد صاحبه. That's good. Good stuff, homie. Yeah. ورا ما ياكلون طبعا يهدئون طعميهم دشينهم بحالهم ساعه مشان الاكل يعني ما حد يشيلهم ساعه 100% ما حد يطخهم ورا ما ياكلون ساعه كامله. هسه رجعوا لمكانهم ورا ما اكلوا طبعا يهدئون من ياكلون وهم شبعانات يهدئون بينما اذا كانوا جوعانات راح يطلعون هذا الصوت اقوى بعد. داخل هذه الغرفه الجام عند السيرفيس خدمه يقدمها للكاستمرز مالته اذا يشترون طير ويريدون يسافرون مثلا ما عندهم مكان يودوه ما عندهم مثلا قرايبهم يخلوهم يعني مثلا يومهم او هيك شيء واحد يعتني بهم بالبيت فعند هذه الغرفه الجام يعتني بها بطيور الكاستمرز اللي هي مو طيور يعني هذه طيور مو للبيع وانما يخليهم هنا فتره لحد ما يجي الكاستمر صاحبهم ياخذهم. يعني مثلا اذني صاحبهم مسافر مثلا اذا طالعين محل مسافرين بتجيب العصفور هون واحنا بنسوي له بوردنج وبندير بنا عليه من طعميه مسكي. وهذه الطيور مال كاستمرز يعني مال كاستمرز مال زباين فيخلوهم هنا بس يعتنون بيهم لحد ما يجي صاحبه مثلا من السفر وهيك شيء. طبعا ادهم ما يفضل انه يذكر اسعار هذه الطيور هسه لانه كل طير له سعره اكو اسعار تختلف على حسب نوع الطير مثلا اذا الطير عمره صغير اذا بعده تاكيل يدوي اذا وحشي مثلا يكون طلب خاص او اذا طير ما موجود بالمحل كلها هذه الاسعار تختلف فهو يفضل انه ما يذكر الاسعار لان انا متاكد اكو قسم من الناس راح يقولوا لي انت ليش ما ذكرت الاسعار بس الاسعار فتشي يعني خاص بادهم للي يحب يخابره رقم المحل حخليه طبعا بالفيديو اللي يحب يجي للمحل اكيد راح يتفاهم وياه بالاسعار. انا بالنسبه لي شفت الاسعار خاصه بالنسبه هنا يعني داخل امريكا وميشيغان شفت الاسعار مالته مناسبه لانه انا اخذت من عنده زوج انديان رينجنك الدره الهنديه قبل فتره وشفت اسعاره مناسبه بصراحه يعني مثل ما قلت لكم بالنسبه للسوق الحالي بالنسبه اذا تقارنون باسواق عربيه ممكن تكون الاسعار غاليه بس ماكو مقارنه اكيد. طبعا هذا المحل على مود الطيور هذه كلها تحتاج عنايه تحتاج اكل تحتاج تنظيف هو عنده عمال بهذا المحل يعني مو واحد واثنين عنده ايش قد عدد عندي عمال؟ 5 عمال فول تايم يعني عندك من 9 to 7 يوميا يعني 5 عمال على مود يقدرون يعتنون بالطيور. طبعا الطيور مو بس هذه هسه حراويكم الباقي ممكن تراوينا باقي الطيور اللي موجوده بالمحل عدا الببغاء تفضلوا. عندنا هون موجود الاول فينش هان موجود الكاترو فينش وعندنا هنا اسمه بلاك هودد سيسكنز وموجود عندنا ستار فينش زيبرا من احلى الوان زيبراز وهذول صعبين جدا وفوق عندنا نذر فينشز موجود وعندنا كل الالوان الكناريز كلها بيبيز 23 يعني هذني كلهن هنا كناريات 100% مميزات هاي هنا عندها بيض مو صحيح 100% عندها بيض هنا وعش وموجود عندنا جولدن فينش انواع العصافير اللي مش موجوده في اي محلات الوان يعني هذني عند الجولدن فينش هذني طبعا ممكن القاهن بمعارض بس هنا بالمحلات شبه مستحيل يعني خاصه محلات الامريكان اللي يتخصصون بالاكثر شيء بالكلاب والبزازين مستحيل يقعدهم هيك طيور يعني احنا هام نتخصص في الاكزوتيك بيردز العصافير مش موجوده اي شيء بدكم اياه بكم موجود في المحل هون ان شاء الله.
عندك الهوريكين باجيز ما شاء الله، عندنا انواع هذا كله بيبيز، وهنا انا هذني الانجليزيات اللي تصير احجامها كلش كبيره ما شاء الله يعني. اكثر اللي لقيت هناني من دورت، حتى من دورت بالانترنت، اكثر اللي لقيت المهجنات يعني نص انجليزي نص مو انجليزي، نص انجليزي نص استرالي، فيطلع حجمه اصغر من هذا الحجم، بس هذا ما شاء الله حجمه كلش حلو. الحجم العادي هو هذا يكون صغير مقارنه بالانجليزي يكون اكبر. طبعا الانجليزي يكون بالتكاثر مالته شويه اصعب، على مود هاي السعر مالته يكون شويه اغلى، بس الطير كلش حلو يصير خاصه من يكون اليف. وعندنا زيبراز وعندنا لاف بيردز. لاف بيردز هذني روز، كلهن روز. طبعا هذني صعب كلش الواحد يحدد الانثى والذكر، لازم يسوي تحليل دي ان اي، او ممكن يخليهن مجموعات كبيره بقفص، وهن من يسوون باند يعني من واحد قرب على الثاني يعرفون انثى وذكر من يفرقون. وعندنا موجود الانواع الرينبو، الالوان على الباجيز الباراكيت موجود، وعندنا هون موجود البلو كويكرز، عندنا هاند فيد بيبيز، وعندنا ادلتس هذول عمرهم 8 اشهر. وش قد عمرهم ذني ويبدون يتكاثرون؟ الشيريتي تبعهم لازم بين 6 اشهر و7 اشهر. ويقدرون يبيضون؟ اه لا يبيضون بين العمر سنتين وسنه ونص. يعني بين سنتين وسنه ونص مثل الانديان رينج 100%. وهنا عندك انديان، وهذا بيبي انديان وايت وان. هلو، هذا اليف؟ هذا اليف، هذا بيبي عمره 4 اشهر. وهنا عندك كوكتيل ابيض، وموجود عندنا كوكتيل لونه ابيض، وعندنا الوان اكيد من ورديكي ايام هاند فيدينج بيبيز، وعندك انديان رينجز الوان ازرق اخضر ابيض اصفر، واهم شيء موجود عندنا السن كونيرز. هذا السن كونيرز هنا، اكو هنا واحد واكو هنا، ذني بيبيز ذني صغار بالعمر، هذول عمرهم 8 اشهر. 8 اشهر كله هاند فيدينج بيبيز، هاند فيد بيبيز. والانديان رينجز هي هذول باندد يعني ما بيقدروا يعيشوا بدون بعض. طبعا ذني مخلفات قبل ولا 100%؟ يعني ذني منتجات قبل انثى وذكر. هذا العليمنة اتصور الذكر ماكو رينج لانه لونه مميز، الطفره ما تشايله الرينج، فالعليمنة هو الذكر، واللي على اليسرى هي الانثى. هذا هو العش مالتهم، يستخدم لهم العش ال لشكله يكون بهالشكل هذا. انا عن نفسي من سويت العش قبل كم يوم شفتوني سويته، ما سويته بهالشكل هذا، سويته بشكل طولي، بس هذا العش اللي انا افضله، وهذا يكون بداخله هماتين مثل السلم مو صحيح؟ 100%. يعني اكو هناك مثل ما تشوفون اكو سلم هناك، هذا على مود يطلعون يطبون من عنده. وقت احسن شيء موجود عندنا بريدنج بوكسز هون، اذا ما محتاجين بريدنج بوكسز موجود مال كل انواع الطيور مو صحيح؟ yeah. عند البريدنج بوكسز اللي هي اعشاش، هذا مال كاسكو، وصل شيبينج على العصافير الصغار في جي تي بوكسز لايك ذس. يعني هذا البوكس اللي يستخدمه على مود يشحن العصافير الصغيره والوايلد فود. طبعا هو عنده هنا مستلزمات للقطط وللكلاب، بس القطط والكلاب مو تركيز المحل، تركيز المحل اكثر شيء على الطيور، فخال هنا ممر واحد هنا، وهذا المكان، وهذني المكانات للقطط والكلاب، بس تركيز المحل الاساسي هو للطيور. المحل بي مو بس الطيور نفسها، وانما يوفر تقريبا كل الشغلات اللي ممكن واحد يحتاجها على مود يربي الطيور ويكاثر الطيور ويعتني بصحتهم، فيتامينات، الالعاب، الاقفاص، يعني كل المستلزمات اللي ممكن واحد يحتاجها على مود يعتني بالطير مالته. يعني هسه حتى هنا هذني الاقفاص مال معارض يخلون بيها كناريات، يخلون بيها الفنجس، شكله يكون مميز، يكون خلفية القفص تكون لون واحد، يا اما ابيض يا اما غير لون، مثلا بهاي الحالة اخضر. هذه الاقفاص يستخدموها على مود تخلي الطير يطلع شكله بشكل احلى، يعني اذا طير بي لون اخضر ما يستخدموا له هذا القفص، وانما يستخدموا له مثلا قفص ثاني على مود يبين لونه بشكل احلى، يخلوه بشكل مؤقت وراه يشيلوه يخلوه بالقفص الكبير مالته. طبعا عنده هنا الستاند والذني المجاثم مال الطيور الأليفة، يعني اللي عنده طير يكون حجمه متوسط او صغير ممكن يشتري له هذا وحده من ذني،
ويخليه يوقف عليها على مود ياخذ راحته بفترة النهار مثلا، وبالليل يخليه بداخل قفص مالته. واللي يشتري واحد من ذني الستاندات الكبار ممكن يفتحوا لها، لانه هذا يجي قطع، فهذا ممكن ينفتح منه وممكن يصير قطع على مود الواحد ياخذه بشكل اصغر، لانه هذا كلش كبير بالنسبه للواحد، ممكن ياخذه بسياره حجمها عادي. طبعا هنا انا دا يساعدون الكاستمر، عندهم واحد من الزبائن اشتروا هذا الستاند مال ببغاء على مود يحملوه بالسياره هنا. اهلا وسهلا ربيع، شلونك حبيبي؟ فاريدك بس تحكي لي شنو اللي يخليك تجي هنا، وصار لك ايش قد بالضبط تعرف الستور؟ انا اعرفه صار له 6 اشهر فتح جديد، وعرفنا من الدعايات فيسبوك وكذا وهيك. خدمه ممتازه منيح، عصافير يعني نظيفه ومرتبه ونوعيات حلوه وهيلثي، اسعار مقبوله، يعني مش هقول لك انه اغلى من السوق، لا مثل السوق اقل حتى كمان. وانا على طول بيجي يعني لهون، فمن اول ما فتح تقريبا بيجي. طبعا الحلو اللي صار بالموضوع انه اول ما انفتح المحل اكو هوايه ناس عرب هنا، لانه اكو هوايه عرب بميشيغان، سووا اعلان للستور، يعني سووا دعايات واعلانات بداخل المعارض اللي تصير هنا، فهواي ناس عرفوه من البدايه، وهذا شيء كلش زين يعني بالنسبه للمحل. ومثل ما قال انا عن نفسي، لانه اشتريت من عنده قبل فتره، مثل ما قلت لكم انديان رينكس اللي هم الدره الهنديه، اسعاره كلش مناسبه، يعني ارخص من السوق، لانه انا اعرف الانديان رينكس ممكن اجيبه او الدره ممكن اجيبه من غير محل يطلع اغلى. بس كل بانه التعاطي مع الزبائن ممتاز، يعني بلاقيك بالاهلا وسهلا من برا والضحكه على وجهه، يعني هيك انه بدل برفقك يعني شو بدك شو عايز، بشرح لك حتى اوقات بينصحك اذا بدك مثلا في اكل لما على طير معين عماله بتطلبه بينصحك فيه، هيدا منيح هيدا لا هيدا احسن هيدا لا شو بدك فيه هيدا لا نوعيه تاني. طبعا ما بتلاقيها عند حدا. طبعا اتفق بهذا الشيء، هذا الشيء الرئيسي اللي خلاني اقول له ممكن اجي اصور. ما حسيت انه هاني ممكن ما اسال هذا السؤال، اول ما جيت قلت له انا ممكن اصور الستور مالتك، قال لي طبعا، يعني الانسان تعامله كلش حلو يا الزبائن. عندك صحيح. اي شيء ممكن؟ لا ولا شيء، شكرا. شكرا جزيلا. وهنا أنا اللي يريد يشتري قفص من ذني، مثل ما شفتوني باول فيديو كلش بالقناه اشتريت واحد من ذني الاقفاص شوي اكبر من ذني، بس اشتريته بكرتونه واني اللي نصبته. هنا أنا الحلو انه ممكن واحد يجي يشتري قفص منصوب ويشوف حجمه بالحقيقه قدامه ويشتري مثل ما هو، يعني مثلا هذا القفص مناسب يكون للمكاو، ذني خانات مال كناريات ومال طيور صغار بعد، وذني مال ببغاوات. طبعا هذه الالعاب كلها الواحد ممكن ياخذها على مود يخلي الطير مالته ما يعضعض بيده مثل ما الكاسكو مالته يعضعض بيده، فهذه تعتبر عضعاضات على مود الطير ما يعضعض. احنا هنا بداخل المحل عنده غرفه لتكاثر الطيور، فعنده هذه الباب اول ما شفتها جذبت انتباهي، هذا كان بنك، فورا ما شال البنك هو اخذ المكان يعني اجره وخلى بالقاصه مالتهم سواها يعني مكان لتكاثر الطيور. فعنده هنا crested canaries موجودة the breeding، هاي بلش السيزن. وعندنا هون babies، تفضلوا هنا الأم هي كذا. هنا عنده أفراخ كناري، هذه الأم قاعدة هنا عليهم، ما راح تخلينا نتفرج عليهم. الكناري ما يخاف من واحد يوخر من العش، ما يوخر، مو مثل الحسون. هنا سايبيريان، هنا عنده حساسين عمي كاثرهم، وذني كلهن أزواج. صحيح. وهنا دا تسوي بندوق هنا. هنا نسوي بندوق. ما شاء الله هي عندنا اليوم. هذا الأفرخ. زين يا هو الذكر ويا هو الأنثى. الكناري بتبكي الأنثى. إيه. والباربا ذكر. يعني هذا الحسون هنا أنا ذكر، كناري أنثى. فطبعاً البيض مال الكناري يسرى وانا يوم بيضة. بس الفرخ اللي راح يطلع بندوق يصيح ولا هجين. طبعا الهجين ما يفرخ بس صوته يطلع كلش حلو اذا ذكر. والانثى شو يسوون بالبندوق؟ الانثى الانثى هي الانثى بتسوي البندوق مع الباربا مع الحسون. بس الانثى تقدر تفرخ انثى البندوق وتطلع عقيمه، مو صحيح؟ البندوق ما بخلف. البندوق ما هو هذا اللي سؤالي، يعني yeah. البندوق الذكر ممكن يغرد. هذا فائده الذكر بغني. والانثى ما بسوى، يعني منظر. الانثى يعني من تجي للدنيا انثى بندوق
تكون قيمتها قليلة لأنه ما يعني ما لها قيمة بس منظر بس الذكر يكون صوته كلش حلو. وأهم إشي من كل شيء African Grey إحنا بنسوي breeding هون. هذول موجودين عندي إلهم تقريبا سنتين في بيتي ونكلتهم على المحل هون والنتيجة تبعتهم هي بلشوا السيزن تبعهم. افتحوا ورجيك جوا البصة السريع. دي يحاولون يعني هذا الريش مالتهم هنا فطبعا الأنثى هذه داخل العش مو صحيح؟ 100% الأنثى بداخل العش. وحنا وايت باليز بيبيز موجودين. هذا يرقص كلش حلو حركاته كلش حلوة. هذا أحلى أنواع بغبغاء يرقص يغني بكم إياه بسبوه. والعش تبعهم كان موجود زي هيك. هذا العش مو شوية كبير عليهم؟ لا 100% هيك بده مكان كبير. وهذا ما يعرف الذكر من الأنثى إلا بتحليل دي إن إيه. مية في المية. إلا بتحليل دي إن إيه. مثل الكاسكو الأفريكان غراي. طبعًا هنا خلي لهم كاميرا على مود يقدر يشوف التصرفات مالتهم بدون ما يزعجهم ويدخل بداخل الغرفة هذه. بل قبل ما أبدي أصور أنا سألته لأنه شفت الغرفة مال الإنتاج مالته وسألته إذا يشتري من ناس فقال لي هو يشتري بس لازم الشخص اللي يبيع له يكون عنده إجازة يعني مو أي شخص. فالبريدر لازم يكون متسجل على مود صحة الطير تكون يعني مراقبيها من البداية. In the breeding cages, the canaries, finches موجودة هون في المحل. والبي باب هنا أنا تصير للأعشاش الخارجية. هنا أنا يتخلى العيش أو هنا ما راح تفرق. يا أخي تحطها على اليمين ولا الشمال. وأهم إشي عندنا أقفاص للمخاز العصافير الكبيرة موجودة هون. كل الأسايزز للمخاز African Grey كل الأنواع موجودة هون. ستايل تبعهم قوي جدا عشان المكاف بده قفص قوي. كل ما بدي احكي بدي اعيط. نهايه الفيديو احب اعيد نقطه كلش مهمه مره ثانيه انه هذا الفيديو هو توثيق اكثر مما هو اعلان. هو اعلان غير مدفوع اذا تريدون تسموه اعلان. دا اسوي هذا الفيديو لانه احب هذه الهوايه واحبها تستمر واحب الناس اللي يحبون هذه الهوايه يلقون اللي يدورون عليه بمكان واحد بس لا اكثر ولا اقل. فاحب انه اخليه يستمر البزنس مالته والمشروع مالته انه يستمر. بنهايه هذا الفيديو اتمنى يكون عجبكم. في امان الله.